أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن الوزارة تعمل بشكل متواصل في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من أجل توفير خيارات وحلول إسكانية مبتكرة تكفل سرعة توفير الوحدات السكنية للمواطنين. جاء ذلك خلال زيارة وزير الإسكان لمشروع اللوز الإسكاني المدرج ضمن برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية، وحيث يشهد نسبة إنجاز متقدمة بلغت نحو 60%. وقال الوزير أن تسارع وتيرة تنفيذ مثل هذه المشاريع من قبل شركات القطاع الخاص يعزز الثقة في نجاح هذا البرنامج، ويؤكد نجاح وزارة الإسكان وبنك الإسكان في تأهيل شركات التطوير العقاري والمقاولات. وأوضح الحمر أن خطط الوزارة تأتي لتنويع الخيارات الإسكانية وفقا لتوجيهات الحكومة الموقرة مستقاة من مبادئ وأهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030. وبيّن الوزير أن مشروع اللوز الإسكاني يتضمن تنفيذ 132 وحدة سكنية، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية الثانوية، ويمثل النسخة التجريبية لبرنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية الذي يمثل نقلة نوعية جديدة على صعيد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي. كما أضاف المهندس الحمر أن الوزارة تستهدف من خلال هذا البرنامج حال نجاح نسخته التجريبية بناء 19,000 وحدة سكنية على الأراضي الحكومية، منوها إلى أن المشروع يستهدف المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج مزايا، بالإضافة إلى التمويلات الإسكانية الأخرى التي تتيحها الوزارة. طبعا تأتي الزيارة اليوم من قبل المهندسين والفنيين وزارة الإسكان للإطلاع على التجربة الأولى من برنامج تطوير حقوق الأراضي، 132 وحدة سكنية في منطقة اللوزي يقوم على إنشائها أحد المطورين، والحمد لله وصلنا تجاوزنا 60% من نسب الإنجاز. اليوم اطلعنا على النموذج المعد للكشف في هذا المشروع. بإذن الله برنامج تطوير حقوق الأراضي راح يكون له صدى كبير، وراح يمثل لنا في وزارة الإسكان نقلة، ونعتقد إن شاء الله أنه هناك بيكون في إقبال أيضا كبير من المطورين العقاريين، وبالتالي تتسارع دورة العمل عندنا في وزارة الإسكان.